الحلقات السبعه من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان كان فيها احداث مشوقه، خصوصا في الكبير الجزء الثامن ومسلسل بابا جه للفنان اكرم حسني وامبراطوريه مين للنجم خالد النبوي. تعالوا مع بعض نشوف اهم احداث حلقات امبارح. الحلقات السبعة من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالحلقة السابعة للكبير قوي الجزء الثامن اللي شهدت دخول حزلقوم ومربوحة ونفادي وهجرس وطبازة والعترة البنك على طريق المسلسل الأسباني لكازا دو بابل، وكان بيراقبهم من الخارج جوني وهجرس. وبعد دخول العصابة البنك وجدوا دكتور ربيع بيسحب أمواله لأن طبازة قال له عن اللي هيحصل في البنك، وطلب جوني من حزلقوم والعصابة الانتشار في البنك وعد الرهائن والبحث عن الموظف المسؤول عن البنك. مين؟ دكتور ربيع؟ دكتور ربيع في البنك؟ دي زي اسماعيل ياسين في الأسطول. يا فجري ايه اللي زي ما جهنه؟ في الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني شارك في أحداث الحلقة الفنان كريم فهمي، وظهر كضيف شرف من بين عملاء شركة بابا جه اللي شغال فيها هشام. هشام بيروح لقصر كريم فهمي اللي بيلعب دور رجل أعمال ثري، وبيطلب أب بديل يسافر مع بنته في رحلة لمدة 3 أيام بمقابل مادي مغري. أنت بتعمل إيه؟ بفك مع حضرتك. بتعمل إيه؟ أنا بفك مع حضرتك. أقول لك على حاجة، دي رابع مرة أعمل مساج وأنا بفطر. دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ أنا مش عارف. وشاهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة قيام عمر أو خالد شباط بترك المنزل والبقاء مع صديقه أسامة أو أحمد كمال أبو ريا. في نفس الوقت بهجت بيتولى إدارة السنتر، وأثناء وجوده هناك بيجيله مصطفى علشان يقوله أنه في إحدى السيدات بتشتكي بسبب قيام طالب من الطلاب بإرسال صور غير لائقة على تليفون بنتها. وهنا بهجت بيروح للبنى أو صفاء الطوخي وبيحكي لها اللي حصل. وأكيد طبعاً قلبك واكلك عليه. وكلمي لأن هموت يا لبنى، بس انت ماسك وامن نفسي مش هممني عشان ما يكررهاش. يعني معاه فلوس ولا لا؟ انا دعبست من ورا كده لقيته عند واحد صاحبه الانتيم يسيبه عشان يخلص الفلوس اللي معاه ويفلس عشان يعرف قيمة الفلوس. الحلقة السابعة من مسلسل إمبراطورية مين للنجم خالد النبوي شهدت لقاء جمع مختار أبو المجد بأخته مديحة ومدرسة اللغة الفرنسية إيمان السيد اللي بتحاول دايماً لفت نظر خالد النبوي ليها. وفي مشهد تاني بنشوف محمود حافظ مع والدته بيعترف لها بحبه المديحة وإعجابه بيها، لكنها غضبت منه وصارت في وشه ورفضت جوازه من مديحة. بس أهم حاجة بقى تفضلي على وش القمر. ماله الوش التاني؟ قمر برضه بس ده لازم كتير. عامة أنا بقيت أحسن دلوقتي وأنت السبب في ده. شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد بلاس ون قيام الدكتور أحمد أو شريف سلامة بمحاولة تعليم بنته فريدة قيادة السيارات، لكنه فوجئ بمعرفتها السواقة وأخبرته أن صديقها سيف هو اللي علمها السواقة، وهنا قال لها أن طريقتها للقيادة متهورة. لا علمك السواقة هو اللي غشيم على فكرة. ده توفيق. اتفضل. إيه ما فيش خلاص سفير. ده توفيق. أنا عملت إيه عشان كل ده؟ أنا فاكرني كنت هكون مبسوط وفخور بيا إن أنا بعرف أسوق كويس قوي كمان. كويس قوي كمان؟ شهدت الحلقة السابعة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج القبض على صدفة أو ريهام حجاج في قضية آداب، وده في الوقت اللي قررت فيه صدفة تروح لعلي أو سليم الترك بعد ما عرفت إن فرح أو نور إيهاب راحت لبيته. وهنا دخلت عليهم صاحبة البيت واتهمت علي بأنه بيجيب فتيات كل يوم للمنزل، واتصلت بالشرطة وقبضت عليهم. أها ما تعرفنيش وبتقول نفس الكلام اللي أنا بقوله لك. مين بقى البت دي يا ست الكل؟ مش عرفني يا حبيبتي، مش عرفني. أه واحدة من عيلتك حلوة. اقفل الباب يا محمد، اقفل الباب لغاية ما بلوص الأدب.